اول ما حكيوا معي حسيت انه هول الناس حقيقيين وبدوش يعملوا اشياء تجاريه، بدهم يقول شو انا بحس بشغلي بالفن بالمجتمع بحياتي اللي اكبر فيها واكون صغيره. مش هيك قبلت زياره. بدون ما تحطوا اي اتشيفمنت واحد عم بيعمله وبدون شيء، صدقيني ما فيك تخيل الناس اللي حضروه وقالوا لي انه صاروا يبكوا من وراء قد ما كان في ديب يعني مشغول بطريقه كثير منيحه. وهيدي الزياره مش بس انعملت بتقنيه عاليه وجماليه روعه الاستيتيك تبع ميوريال، بس انعملت بكثير حب. كانت شيء وصرت شيء بهيدي الزياره. اول زياره كانت تنعمل انه اللي جايين يزوروه تركينه يحكي، تركينه يعبر عن شعوره. زياره محل للتعبير وانا عبرت من كل قلبي. انا بعد الفيديو تاع زياره صح لي محامي، هلا الحمد لله عم بدرس تقدم على نقابه المحامين. عجب، انا بشكركم كثير على الشغل القوي وبدوام النجاح يا رب. وهي كمان زياره فسحه امل، لانه حلو واحد يختلف عن غيره وحلو ينقبل باختلافه. كتير 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 عالم حكيوني و يعني قويوا معي وبحب قلكم انه حتى التيم يعني التيم تبع زيارة رائع، انساني وحنون، وانا بحبكم كتير. And I was able to let it out whatever I had in my spirit, in my soul and body, express it and cross to the next stage or level, and I thank them for this. كله هيدا اللي عم تعملوه ذكرى وتاريخ، يعني اذا واحد راح بيضل في حكي ورا منه وهالحكي كله مفيد. بدي اقول مرسي لأكيب الزيارة على الفرصة اللي عطتها لكل شخص منا لأنه يفوت على بيوت العالم ونوصل المساج اللي كل حدا منا بده يوصله للعالم. كتير حبيت ودهسيته سواته عندي وحسيت انه السحاب. كانت كتير تجربة مميزة، ان كان من ناحية الأسئلة العميقة أو التصوير الإخراج. بس زيارة عم تعطي فرصة لعالم تحكي كرمال يعني كرمال شيء إيجابي، كرمال يصير في تغيير إيجابي ليكون في مسج معين من وراها. شوفي عن جد قصص فيك تستوحي منهم، تتعلمي منهم وتكبري منهم. زيارة my experience with زيارة was phenomenal. I opened another layer of Sasha with Zyara and I'm really happy. And Zyara يعني اللي عم يعملوا taking stories real stories they وصلوا message of hope to break stigma. يعني انا بشوف تحفة مشهدية، مش بس زيارة عفوية وودية وفنية، بشوف تحفة. واو عن جد thank you، ما أكتر من thank you. ما في لكم يعني it really it means the world to me. عن جد thank you so much. في صغير بس على قد الوقت، صغير بس على قد الكمية اللي عم نشوف القصص هي كبيرة. وأكيد حلوة التجربة إنه كلنا بنزور بعض من خلال القصص. مش واحد من أهم البرنامج الوحيد، لأنه بضوى على قصص تعتبر تابويات وفي مسج كتير قوية. كل اللي مرقوا كتير كانوا حلوين، وأنا كمان وصلت صوتي وحبيت كتير الشيء اللي عملته، وهالشيء كتير ريحني نفسيا وبطريقة كتير حلوة. يعني أنا كل ما أحضر زيارة كل ما قلبي ينفتح. الحياة فيها تكون زيارة حلوة، المهم الناس تزور بعضها. We need to start something like Zyara to go from one human being to another. Tell me what did you feel? Tell me what did you go through? Tell us what happened.
حلوين وبيضوي. هودا زياره.